تمام بلاي للفن، هيدا هو موعد توقف برنامجي وكل ما انتقدوني رح يزيد نجاحي. أثار الإعلان الترويجي لحلقة برنامج بلا تشفير ضجة كبيرة بين الناس، وتساءل كل من حضر الإعلان عن حقيقة مغادرة الإعلامي تمام بلاقي البرنامج وحلول الإعلامية سعاد قاروط العشي بديل عنه. فهل فعلاً رح يغادر تمام الشاشة وهو بأوج نجاحه؟ أكد تمام بحديث لموقع الفن إنه رح يعملها ورح يتوقف عن تقديم برنامجه بلا تشفير وهو بالقمة ليحافظ على هيدا النجاح، بس مش هلأ. فقال اليوم يلي بشوف فيه إنه برنامجي ما عم بيقدم شي جديد أو وقف محله ما رح كفي بتقديمه. وبالعودة لحلقة 15 باط انتقل تمام بلاق من كرسي المحاور لكرسي الضيف، ولأول مرة رح تحاوره الإعلامية القديرة سعاد قاروط العشي بمناسبة عيد العشاء. وعن سبب قيامه بهيدي الخطوة قال بلاق بمناسبة عيد العشاء حبيت أقدم حلقة مختلفة وما كون فيها المقدم، ولما انعرض علي بعض الأسماء ليحاوروني بهالحلقة اخترت الإعلامية الكبيرة سعاد قاروط العشي لأنها تاريخ بالإعلام وكان انتقادها إلي محترم كتير وراقي. منذكر أنه لتعرفوا أكثر عن تفاصيل هالمقابلة ما إلكن غير أنه تطلعوا على النص الكامل.